متواصلين أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء في انطلاقات هذا الصباح الجميل وهذا الصباح الرائع في انطلاقات الكبار. هنا شوطنا الأخير في هذه الانطلاقة الصباحية خاص بالمهجنات الأصايل من الزمول. على بركة الله يسير وينطلق هذا التحدي وهذا الاندفاع حاملا في طياته هذه النخبة الجميلة وهذه النخبة المميزة تبدأ مع بداية هذا الموسم بالتحدي والمنافسة والتشويق والإثارة. المركز الأول الشايد ينتقل إلى مقدمة الشوط تعود ملكيت أحمد بن سلطان بالكديدة هو الآن المتقدم في هذه اللحظة على أول المراكز بينما المركز الثاني لحموم يحتل المركز الثاني تعود ملكية الهموم علي بن حميد بن بدر العليلي والمركز الثالث وصلنا إلى شاهين خلفان بن علي الشامسي يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة أما الثلاثية الأولى نتصدر نشوف المركز الرابع نشوف المركز الرابع هناك تقدم رعد فارس بن محسن بن حول الحارثي يحتل المركز الرابع بينما المركز الخامس وصلنا شاهين خليفة بن سالم بن حلوكة يحتل خامس المراكز في هذه اللحظات والمركز السادس وصول من قبل المحيط عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي يحتل المركز السابع المركز السادس بينما المركز السابع وصل شعار راس الخيمة هنا يتقدم الشمالي علي بن سعيد الخاطري في هذا المكان وهذا الموقع على المركز السابع بينما المركز الثامن هناك نشوان جابر بن حمد بن عثير المري ياتي ثامنا أما المركز التاسع تغير من قبل مناور أحمد بن محمد بن كراز المهيري يحتل المركز التاسع بينما المركز العاشر هنا بالطبيعة متواجد مطر بن محمد بن الطبيعة في المركز العاشر في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء العشر المراكز الأولى المنطلقة والمحيطة بناموس هذا الشوط تنطلق وتندفع في لقاءات متميزة ولقاءات جميلة ورائعة للغاية. نعود بحضراتكم إلى البداية وإلى منطقة إلى مان الأولى هناك في صدارة هذا الشوط البداية عودة مشاهدين الأعزاء لا يزال الشايد على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط حميد بن سلطان بالكديدة هو المسيطر حتى هذه اللحظات هذه التحديات ونسير إلى منطقة البداية الأولى المركز الثاني نقله مشاهدين الاعزاء الى المركز الثاني الى خلفان بن علي الشامسي يقدم شاهين يحتل المركز الثاني بينما المركز الثالث لهموم في المركز الثالث ملكيه علي بن حميد بن بدر العليلي هذه الثلاثيه من المهجنات الاصايل في الزمول هذه الثلاثيه مشاهدينا الكرام على المركز الاول والثلاثيه مشاهدينا المركز الرابع رعد نشاهد رعد فارس بن محسن بن حول الحارثي يحتل المركز الرابع بينما الخامس علي بن سعيد الخاطري يقدم الشمالي يحتل المركز الخامس بينما المركز السادس هنا تقدم مناور لأحمد بن محمد بن كراز المهيري في المركز السادس والمركز السابع المركز السابع من الجانب الآخر ها هو نشوان جابر بن حمد بن عفير المري يحتل المركز السابع بينما المركز الثامن والتاسع هنا يأتي مطر بن محمد بضبيعة يقدم شاهين ومرهي على هذه المراكز بينما المركز العاشر شوف المركز العاشر وصلنا الآن إلى المحيط عبيد بن حمودة بالزفنة الحرسوسي هذه العشر المراكز الأولى المنطلقة العشر المراكز السائرة بالناموس والباحثة عن انتصار في لقاء هذا الشوط الله الله يا هذه الأسماء هذه المسميات هذه التحديات نشوف المركز الأول
نسير إلى البداية والعودة مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى المركز الأول. لا يزال في مقدمة الشوط الشايد لحميد بن سلطان بالكديدي يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني ياتي بن بدر هنا ليقدم لحموم ليحتل المركز الثاني. وينك يا أبو بدر؟ الله بكيد بلا شك تغيير من خلال وجود هذه الأسماء. لحموم يحتل المركز الثاني، لكن أشوف المركز الثالث، نشوف رعد يحتل المركز الثالث. المركز الثالث وهنا ياتي فارس بن محسن بالحول الحارثي في المركز الثالث، لكن وصلت الزمول، وصلت الزمول وهدير الزمول في هذا الموقع وهذا المكان. الله الله الله، نشوان واصل. ياتي جابر بن حمد بن عفير المري ليحتل المركز الرابع في هذه اللحظات مع وجود نشوان. نشوان بينما المركز الخامس الشمالي علي بن سعيد الخاطري، والمركز السادس هناك خلفان بن علي الشامسي يتقدم الى المركز السادس، بينما المركز السابع احمد بن محمد بن كراز في وجود مناور في هذا الموقع. المركز التاسع والعاشر بالضبيعه متواجد مشاهدي الاعزاء في هذا المكان وهذا الموقع، ولكن لا يزال المقدمه، لا تزال المقدمه هناك تبحر مع وجود الشاهد. 1200 مشاهدي الاعزاء، 1200، وحرك اللي بتحرك، خلاص ما تبقى الا القليل القليل من الامتار المتناقصه في هذا الشوط والمتراقصة تحت أقدام الزمول. والشايد لا يزال شايد بالناموس حتى هذه اللحظات في مقدمة الشوط. أحمد بن سلطان بالكديدة لا يزال على المركز الأول منذ بداية الستارت، ولكن حذاري من رعد، حذاري من رعد. فارس بن محسن بالحول الحارثي في هذا الانطلاق يعود رعد، رعد الى المركز الاول. الله يا رعد، الله يا رعد، ارعدهم يا رعد. انتقل الى المركز الاول. إذن هنا رعد لا يزال مسيطر، بينما الشايد يحتل المركز الثاني، لحموم في المركز الثالث عند بن بدر، المركز الرابع هناك الشمالي، ولكن أشوف مناور تقدم إلى المركز الرابع. أحمد بن محمد بن كراز المهيري، حذاري من هذه الأسماء، حذاري من هذه الأسماء. هجوم مرتد، هجوم عنيف يا بالحول، هجوم هجوم على المنطقة الأمان الأولى، ولكن مسيطر رعد، مسيطر رعد، رعد مسيطر، رعد مسيطر. فارس بن محسن بالحول الحارثي، لكن الله وصلك من بدر، وصلك من بدر، وصلك الشاعر علي بن حميد بن بدر العليلي. الله يا سلام، الله الله الله، غير المركز الاول في اللحظه الاخيره، في اللحظه الاخيره. حرك يا بن بدر، خلاص بن حلوكه قاد، بن حلوكه قاد، وروح روح 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 روح. لا يزال لحموم مسيطر على الشوط، مسيطر على مقدمة الشوط اللحظة الأخير، لكن حذار ياك بن حلوكة. وصل 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 وصل، خط النهاية، خط النهاية، ولكن سلام من الرعف، سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني خليها بن سالم بن حلوكة، المركز الثالث مناور أحمد بن محمد بن كراز، رعد بالمركز الثالث فارس بن محسن بالحول الحارثي، خامسا سلطان بن حميد بالكديدة. مشاهدي الأعزاء يتقدم مع وجود الشايد ليحتل المركز الخامس في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. هكذا أيها الحب الكريم مشاهدينا الأعزاء الخمس المراكز الأولى، نعود بالتوقيت الزمني مع لحظات وجود الهموم إلى مقدمة الشوط بثمان دقائق 39 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. علي بن حميد بن بدر العليلي له تهانينا على الفوز والانتصار، بينما صاحب المركز الثاني فاجأنا في اللحظات الأخيرة لخليفة بن سالم بن حلوكة بثمان دقائق 40 ثانية جزء واحد من الثانية. ها هو لحظات وصول شاهين إلى المركز الثاني، بينما اللي احتل المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كان في منافسات هذا الشوط وكان مناور أحمد بن محمد بن كراز المهيري. تهانينا على الفوز والانتصار في هذه الانطلاقة. هكذا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة حاضرة في انطلاقات هذا الصباح الجميل، صباح الكبار والذي